السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. طبعا آخر مرة شفتونا فيها وصلنا تقريبا هون، وكنا عم نزرع ورجعنا المحاريث مثل ما لكم شايفين، شلون الأنشحات بدون تنظيف وبدون شوية تصليحات. المهم ونمنا وفقنا، لأن كان الفيديو سريع واختصرته. المهم اليوم راح احكي لكم شو هو الحكي اللي انا كنت عم بحكيه وحشلته، لانه شفت الفيديو كتير طويل فقلت راح تنزعجوا اكيد وما راح تفهموه، يعني لانه كتير كتير طويل صراحة. وين انا واقف هون؟ لا لا هون انا حصادي، انا واقفة بالطريق. طيب اترك على هون هون، خلينا نشغل هذه، خلي يكمل رش الارض ونكمل تشيك. والله اتوقع ما في شيء خالص، يعني ما في اي شيء، بس خلينا نروح نرجع هذا. هذا بيقول لي الله التراكتور تبعي انا شغال. خليني ارجع هذا على الارض حاليا، الراس او الحصاده او ايش اللي اسمه يكون، ونعمل شيء ثاني، نحط راسنا وننام ونفيق. راح افرجيكم شغله قبل ما انام وبعد ما انام. امبارح اكتشفتها مو امبارح، يعني انا بعد ما سكبت لعبه يعني فتحت هيك سويت تسييف، فتحت فيها وصرت اكتشف فيها شغلات يعني اضافيه. شلون بدنا نعالج هاي الاشياء. وطبعا اليوم شفتهم بلشوا ينزلون مودات، يعني اليوم اول مود ينزل. طبعا هي المودات مو كتير مهمه، يعني هي عباره عن تريلات وشغلات فاضيه، بس يعني بلشوا ينزلوا هاي الفكره. المهم هلا الخبر المفرح الحلو جدا انه اغلبكم اكيد بلش يلعبها، لانه في منها مكرك نزلت، فلذلك اتوقع انه والله دخلت الماضي ما دخلت طيب. فاتوقع منكم اكيد نزلها وبلش يلعب فيها، فلذلك رح نركز عليها بشكل جدا كبير وبنظبط لكم الوضع، يعني تمام نظبطكم، يعني قلت المثل بنظبطكم طول بقى. التراكتور العايف حاله بيروح يمين بس خلينا نرش هاي الشقفة اللي ضلت وحتصوي انا. هلا في شغلة اذا انتبهوا انتو الشهر فوق اللي عم بحكي لكم عليها، انه شهر اغسطس في بالاعدادات تقدر انت تتحكم فيها، فبتخلي كل يوم بيكون بمعادل شهر، كل يوم شهر كامل تمام، فبيسرع عليك العملية وبيسرع عليك كتير اشي وتريح راسك. او تريد مثلا ترسم انه اليوم يصير يومين او ثلاثة، او يعني انه انت بتحدد هذا الاشي. هلا خلينا نطفي البيت، صار هني شوفوا قدام البيت. طبعا ان شاء الله قريبا رح نشتري ديركسيون، رح ننزل لكم العاب تانية طبعا مو بس هاي لعبة، بس رح ننزلها على القناة التانية مو على هاي القناة. محاكي المزرعة ما بعرف انتوا ايش رايكم، ننزل شيء ثاني عليها ولا بس محاكي المزرعة؟ اعطونا رايكم بهالموضوع. انا عم بقوله انه نخليها ننزل فيها شيء ثاني. اكثر شيء 9 ساعات، كان اول 12 ساعة. حلوة هي، حلوة النوم، حلوة عجبتني هي. كان اول يفرجينا البيت شنو الشمس عم تطلع، يعني بطل يورجينا الغيم شو صار. المهم صارت الساعة 9. اتوقع انه انت امتى تفيق، الساعة 9 ولا الساعة 8 الصبح ولا الساعة 5؟ تمام جميل جدا، ما عاد توجه راسك في الساعات النوم. حلو، هي اضافة جميلة. شفتوا مثل ما كنتوا شايفين فوق صرنا بشهر سبتمبر، شهر سقوط الاوراق وسقوط كلش الورق ينزل. طب مثل ما كنتوا شايفين هون الفلس 50%، فلز صفر، ووت 50%. أول شي بنجيب ماكينة الفلز نشغلها ومنروح نحاول ندبر ماكينة ووت دوبارة. المهم هلا بنرجع نحكي نكمل على الألعاب، بدي نجيب ديركسيون. هلا عندي قناة تانية بقول بننزل فيها الألعاب الجديدة رح ننزل عليها، ولا نترك هذيك ألعاب تختيم. هون بنزل لكم محاكي المزرعه، وفي لعبه تانية هيك يعني نفسي بفرجيكم اياها، هي لعبه ايش اسمه؟ لعبه هيك مثل فور زينا، هي وحده منهم يعني. وفي لعبه تانية شلون بدي اقول لكم اياها؟ لعبه
تيارات هيك طرق وعرة كتير صعبة بمشي فيها بضل ساعة ساعتين. انا هديك لعبة جدا جدا لذلك حابة شاركها. هيا نطلع هون على الخريطة ايش في عندي انا في هون الفيل اتوقع هون تعب اللي في عندي هيود طيب في اللي بين انه شو عندي فيها بس ليش هالتطبيق اللي بتهوي يعني لازم اشيل هدول كل وحده تبين علي ايش في بارضي. في تطبيق غلط صراحه غلط في شيء غلط هون عندنا الاخضر بلش يطلع. المهم طيب هلا بنروح بدنا نجيب ماكينه للفيلز او لل شو اسمه كان ال شو اسمه لو مشان نشيل الفيلز او شو اسمه هذا وود ولود مشان نشيل الود نروح هيك نروح للشوب نشتري ماكينة وود ما شو هي الماكينات الموجودة حاليا بالشوب نشوف الله شوفوا من نام في قفل سبتمبر كل يوم بشهر نايس امول كراج كذا بطيء اوكي لازم جايين بالتاكسي في الجيب تبعنا هو لازم نجيب مصاري كثير وش نحن لازم هلا ما نفكر بالمصاري نفكر بنكتشف لكم هلا بين بزود المصاري عندي بشكل جدا كبير وبعمل كل شيء وبعدين نلعب اللعبة نظام. فلذلك بالفيديو الجاي هي ال 35 الف راح تكون 350 مليون راح اسويها وشلون اذا بدكم اكتبوا لي بتحت التعليقات بعلمكم شلون بزود المصاري بالطريقة مو برنامج او مود يعني حاليا لسه ما في مودات بس مستقبلا اكيد راح ينزلوا مودات بس ولكن احنا عم نحكي حالنا براحة وبالوقت الحالي بنلعب من ملفات اللعبة. إذا بدكم بشرح لكم شلون نلعب ملفات اللعبة منحدث أو منكبر هذا الرقم. المهم هلا في عنا هون والله مكثرين الماكينات يلا والله شوي شوف هي عرضها 9 متر هي عرضها 6 متر هي عرضها 9 متر هي عرضها 12 متر والله اختيار يلا هي 12 متر جديدة على فكرة ما كان هالعرض هذا كله هون عرض 15 متر والله يا معلم بدنا ناخذ شيء على قد مصراتنا يا صراحة هي 6 امتار وهي 9 امتار لا والله ناخذ من 6 امتار كويسة لأن أراضينا صغيرة وما أتوقع يعني نحتاج أكثر من هيك لا ما بدنا هون عم فرجيني ايش شو كان بده يعني ايش الشغلات اللي ممكن أحتاج معها تمام با يعني 9500 كويسة رامبي مظبوط مظبوط شو انه مطبق اللون كابل شي تمام نرجع عارف نرجع المراية تعال شوف شلون هيك سطيت في شغله انا شفتها لما كان عم بيلعب عم بيسووها انه في مثل هون اصير اربط في ايدي ما ركبت ليش هيك الدولاب ضارب بالدولاب هذا جلتش وغلط كثير يضرب الدولاب بالدولاب شوف شلون هون دويلي بشلون ضاربه اصير هذا غلط طيب كويس حتى من المواقع الإلكترونية والجماعة بيشتغلوا شغل نظامي نافي بس هاي الأرض فيها وود ولا لا بس بننزل بنشيك الله
فيها هو 50. طب انا بقدر اخد ماكينة اكبر بس ما عندي مصاري اول شيء. ثاني شيء يعني الاراضي تبعتي صغيرة، يعني اذا جبت اكبر هتعذبني باللفة تبعتها وتعرفوا. لذلك بنسلم هي هيك وبنروح على التركتور الثاني اللي هو هذا. هلا هذا ايش بدي اعمل فيه يا معلم؟ انا بحكي اللي هي هيك. وشكرا لكم وصلتوا لهي الثانية. بعتذر منكم، طلع في عندي في مشكلة صار ما عاد يطبق الصوت على الصورة، فلذلك انا اضطريت اني اوقف الصوت، اوقف التسجيل لهون والباقي اسوي لكم تسجيل سريع. ولانه كمان صراحة صار الفيديو كتير طويل، يعني لما كنت مسجله ومخلصه تقريبا ساعتين، فانا اختصرت لكم اياه كلياته، دمجت لكم اياه تقريبا 15 دقيقة نزلت لكم اياه. مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، وما تنسونا من اللايك والاشتراك، وان شاء الله نصلح هاي المشاكل بالفيديو الجاي كلياتها او الفيديو اللي بعده، وان شاء الله تكون كلياتها تمام وما يكون في عنا ولا مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.